lesson 2 درسنا اليوم lesson 2 رمضان in Iraq صفحة 7 بكتاب الطالب. يلا نبدي. طبعا المطلوب منكم هنا صفات تعرفون معناها واملاها. فرح نقرأ النموذج اللي دازه رسالة ايميل زين وبي عدة صفات. اهم شيء بدرسنا انه تفهم معاني هذه الصفات وتعرف تكتبها، تمام؟ راح نشوف بكتاب النشاط. هذا راح نقرأ بس من باب التحضير اليومي، يعني هو ما مطلوب مني تحريري احفظ املاء، لا، وانما املأ فراغات ممكن استفاد منه. انه الانشاء اللي راح اكتبه عن رمضان مطلوب مني بنهايه اليونت استفاد من هذا الدرس منه، فبس راح اترجم لك اياه على السريع ونحل التمرين اللي هو الرساله lesson 7. Hi Claire, thank you for your email. شكرا على رسالتك. You asked me about فراغ رقم 1 E. اللي هو you asked me about شنو traditions in my country. Traditions in my country التقاليد في بلدي. Well, at the moment it's رمضان. في الوقت الحالي احنا برمضان. So I'll tell you about it. راح اخبرك عن هذا الشيء. It's a 30-day religious fast from dawn to sunset. هي 30 يوم من الصوم من الفجر إلى غروب الشمس، يعني طقوس دينية. religious يعني ديني. زين. So there is no eating. لا أكو أكل ولا drinking ولا شراب ولا smoking ولا تدخين. فراغ رقم 2 اللي هو A. All through the day. طول اليوم ماكو هاي الأشياء. It's a time when we try to pray more. هو وقت نحاول نصلي أكثر. Pray more نصلي أكثر. Be more patient نكون صبورين أكثر with each other. And be kind لطفاء طيبين القلب. And generous كرماء يعني ننطي هدايا ننطي فلوس ننطي للفقراء. المن ننطي generous to people who are less fortunate than us يعني الناس اللي أقل حظا منا. الفورتنت المحظوظ. مقطع الثاني. At sunset وعند الغروب يجي الأكل يجي الفطور. We stop fasting نتوقف عن الصوم. And after prayers بعد الصلاة. فراغ رقم 3 C. بعد الصلاة شو يصير؟ We have an evening meal نتناول وجبة مسائية. It's called إفطار نسميها وجبة الإفطار. My mother is a very traditional person يعني شخصية تقليدية يعني أم عراقية يعني بنفس الطبايع اللي هي she's also a little bit bossy شوية bossy متسلطة. فراغ رقم 4 اللي هو B. But that's another story. خلي ما نحكي عليها غير الموضوع. Anyway على أي حال she makes sure that هي تكون لازم متأكدة إنه الإفطار is in our home is a very traditional meal وجبة تقليدية مثل كل سنة مثل كل يوم. We always start دائما نبدي with a glass of yogurt glass لبن and dates اللبن والتمر fruit juice عصير فاكهة and lentils العدس lentil soup يعني شوربة العدس. The main course الطبق الرئيسي is usually a stew with meat or chicken and vegetables يعني الطبق الرئيسي يكون تشريب أو مرقة من لو لحم لو دجاج طبعا served with rice مع الرز ويا التمن. Then we have tea and cakes بعدين نشرب الشاي والكيك معجنات. During Ramadan we always have lots of pastries دائما يكون عندنا أنواع مختلفة من المعجنات pastries معجنات يقصد لك ليش هنا. In the house فراغ رقم 5 اللي هي F. To offer visitors in the evening نقدمها للضيوف من يجون يزورونا عند المساء. One thing أكو شيء I usually like about رمضان أحب عن رمضان here in بصرة بالبصرة is that people are more social الناس اجتماعيين أكثر يعني families and friends العوائل والأصدقاء. فراغ رقم 6 D. Spend a lot more time with each other يعني يقضون وقت هواية سوى يسولفون يتونسون. المقطع الأخير towards the end of the month وبنهاية الشهر some people get a bit bad tempered يعني سيء المزاج because they are thirsty عطشانين tired تعبانين and hungry جوعانين. I took a taxi yesterday البارحة أخذت تاكسي
And the driver was very bad tempered. السائق كان مزاجه سيء. I think he wanted a cigarette. أعتقد كان يريد يدخن وهو صايم. He drove really badly. سياقته كانت سيئة. But you know me, I'm very easy going. أنا متسامح وعدي وما أدير بال. So I smiled and stayed calm. بقيت هادئ. و write back soon. أكتب بعدين. والمرسل سميرة. Okay. هنا طلابي انتهت الرسالة. ننتقل مباشرة إلى كتاب من نشاط صفحة 4 Activity Book. تمرين أي يقول اسمع بالكاسية الصفات، بس أنا راح أعطيك المفيد. تمرين أي راح أعطيك معاني هذه الصفات. تمرين بي راح تملأ الفراغات بكلمات من الصفات اللي بالتمرين أي. نبدي أي. patient صبور. رقم 2 kind طيب القلب لطيف. 3 generous كريم. 4 fortunate محظوظ. 5 traditional تقليدي. 6 bossy متسلط. 7 sociable اجتماعي. 8 bad tempered سيء المزاج. 9 easy going يعني متسامح. واخيرا 10 calm هادئ. نملأ فراغات التمرين ب Number 1. My uncle عمي always gives me expensive presents. يجيب لي هدايا غالية. He is very generous كريم. Number 2. Rashid loves meeting new people. يحب يلتقي بناس جدد. He is a very فراغ person. Sociable اجتماعي. 3. حسن helped the old women to cross the road. حسن ساعد المرأة العجوز أن تعبر الشارع. إذن هو kind طيب القلب. 4. There is a fire in the building. أكو حريق بالبناية. We have to leave immediately. لازم بسرعة نغادر. Please be فراغ and don't run. لا تركض. Be calm. اهدأ. اهدأ ولا تركض. رقم 5. You are very فراغ. You have a lovely family and a good job. وعندك عائلة وعندك وظيفة زينة وعندك وعندك دي حزدة رح يموت. إذن هو أنت محظوظ. Fortunate. Number 6. I was singing. عند أغني وعالقها. وسلطان shouted at me. صيح علي. And told me to be quiet. قال لي اسكت عاد. خبصتنا. Why is he so bad tempered? سيء المزاج اليوم today. Number 7. My father is always relaxed. بابا دائما مسترخي وهادئ الأعصاب. And he never gets angry. أبد ما يصير عصبي. أبوك أبد ما يصير عصبي. أبد. He is usually very easy going. متسامح. نجي على التمرين C. يقول all these words can be used about people. يعني سوي لي انت جمل. Check their meaning. تأكد من معاني كلمات. Write sentence. انت اكتب جملة. استخدم هاي الصفات. هم رح اركز لك اراجع لك معانيها بس. عندك boring اللي بالمثال معناها ممل. اللي هي عكس interesting. Funny مضحك. Nosy يعني فضولي. ندخل خشمة بكل شيء. Serious جاد. Jealous يشعر بالغيرة. Quiet هادئ. Honest صادق موثوق به جدير بالثقة. Popular تجي محبوب وتجي شعبي شطاش يعني شائع ومحبوب على الأشخاص. Shy خجول lazy كسول. وselfish أناني. رجع هنا يقول write a paragraph describing a friend. اكتب هنا paragraph مقطع انشاء يستخدم الصفات هذه لوصف صديق. وراح تلقى كاتبت لك نموذج جو الفيديو مباشرة على قناة التليجرام الخاصة بمنهج الخامس اعدادي. طبعا الرابط مالتها راح يكون اسفل الفيديو. اذا هنا انتهينا من lesson 2 وان شاء الله هسه مباشرة تسجيل lesson 3. Thank you.